تقوم في كل الجهات والمحجوبي سراج الدين الشاحي. عبد القادر بالاحتم تتعدى الكره سراج الدين الشاحي. سراج الدين الشاحي ثم الاول وثم عادل حمروني تتعدى الكره وياخذها ياخذها عبد القادر بالاحتم عادل حمروني عادل حمروني يستعد للتصويب ويرجعها لعبد القادر بالاحتم. عبد القادر بالاحتم يحب يعاود يروح لا ثم مخالفه ثم مخالفه مخالفه لفريق عبد القادر بالاحتم ضد المدافع نون شاهي. فرصة هدف ثاني بالاطلاق في المراوغات توا شفنا احنا الهدف الاولاني اللي سجله عبد القادر الاحسن كيفاش انطلق بالكرة بثلاثة ملاعبية ثم بزوج ملاعبية وزوج ملاعبية على الجهة اليسرى نتاعهم ودار بهم الكل. يعني عندما ينجح ما نتكلموش امانة بكل امانة يعني واحد ما يتكلمش لكن الاطلاق في المراوغات غير مقبول. مع عادل الحمروني وامامه علي بن نجم والحمروني هدف من تراس ممتاز وممتاز للغاية. هدف شد الكرة مسهل علي بن ناجي ويحطها في اعلى القائم في التسعين في التسعين قريب للتسعين قولوا في الخمسة وثمانين في الخمسة وثمانين تجيب هدف وسبعة واربعين دقيقة لاعب تصبح النتيجة 2-0 وتوجه الترجي الرياضي التونسي نحو هذه الكاس الافرو الاسيوية. يعني شوفوا الاعادة وعادي الحمروني الكرة ما حبتوش مباراة الذهاب بكل امانة في الذهاب جات في نفس البلاصة تقريبا في تايلاندا وحط الكرة لانها ضربت ودخلت في تايلاندا ضربت ورجعت وقطعت قدم الاحسن وعادي الحمروني اذا يضاعف النتيجة.